اهلا بيكم في قناة ديكور ورسم. النهاردة معانا فكرة زي ما حضراتكم شايفينها، الطريقة سهلة جدا. لو انت اتفرجت على الفيديو مرة واثنين، حتى لو انت ما بتعرفش ترسم، ان شاء الله توصلك الفكرة بطريقة مبسطة. تابع الفيديو للاخر ان شاء الله يعجبك. اول حاجة بتعملها بتبدأ تاخد المربع المناسب للحائط اللي عندك زي ما هتشوف كده. وبعد ما خدنا البرواز المناسب للحائط اللي عندنا، هنبدأ نعمل في البرواز بتاعنا نفس الشكل كده. هنعمل في كذا مكان، شايفين كده. طبعا دي سهلة جدا، مش محتاجة يعني فن او حاجة. بتقسمهم على البرواز اللي عندك، وبكده هنبدأ نغلف كل المثلثات الصغيرة اللي احنا عملناها بنفس الشكل كده. زي ما حضراتكم شايفينه، بنخلي الخط الاسود بره، بحيث ان احنا لما نشيل التيب بتاعنا بعد ما هنرش ما يبقاش باين. هنمشي بنفس الطريقة لحد ما نخلص. بعد كده هنبدأ نرسم وردة في الجزء اللي على اليمين، بحيث ان احنا نسيب مساحة في الجزء التاني نحط فيه شاشة او البرواز بتاعنا. بنبدأ نرسم بنفس الطريقة كده. طبعا الاول لازم ترسم بالرصاص عشان لو فيها غلطة تعدلها، وبعد كده بتبدأ ترسم بالقلم الاسود. زي ما حضراتكم شايفين كده، بنرسم وردتين، أول وردة وتاني وردة بتبقى فوق شوية. بنفس الطريقة اللي حضراتكم شايفينها، وبنبدأ نرسم بعض الفروع اللي حواليها. زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا الفروع دي لو كترت شوية او قلت شوية مش بتفرق كتير. يعني لو حضرتك عايز تعمل اخف من كده مفيش مشكلة، عايز تلغي جزء زي ده برضك مفيش مشكلة، لان الوردة تطلع شكلها كويس. هنبدأ بعد كده نبدأ نرش كل اللي احنا حوالين كل اللي احنا عملناه، بحيث اللي احنا نظهر البرواز بتاعنا. نبدأ بعد كده هنجيب اللون الدوكو الكافيه، وهنبدأ نظلل حوالين كل التيب وحوالين الخطوط بتاعت الوردة زي ما حضراتكم هتشوفوا. بنفس الطريقة كده بعد ما خلينا الوردة أغمق من الحيطان بحاجات بسيطة، هنبدأ بعد كده نغمق الطروب بتاعتها.
زي ما حضراتكم شايفين بنبدأ نمشي مرة واتنين لحد ما كل طروف الوردة تغمق شوية بحيث إن هي تدينا شكل جمالي. وكل ما بتديها وش تاني بتظهر أكتر طبعا. بعد كده الجزء اللي في النص بنبدأ نغمقه زي ما حضراتكم هتشوفوا كده. وبعد كده هنبدأ نجيب اللون الأسود بالمسدس وهنبدأ نمشي على كل الطروف، بس طبعا هيبقى أقل حاجة ممكن نقدر نعملها هنعملها عشان نخلي المسدس بحيث اللي هو ما يفرش كتير، نقفل الهواء بتاعه. وهنبدأ في قلب الوردة نغمق شوية، وبعد كده هنجيب دهان البلاستيك الأسود وهنبدأ نشتغل في كل الرسومات اللي عملناها زي ما حضراتكم هتشوفوا كده. وبعد كده هنجيب نفس اللون الحائط اللي هو الخلفية وهنبدأ ندي وش للخارجي بحيث ان الرش برضك اكيد بيأثر على الخارجي دوت، نديله وش احتياطي بحيث اللي هو ما يكونش في حاجة من الرش باينة. وبكده نكون خلصنا الفكرة والديكور بتاعنا النهاردة. زي ما حضراتكم شايفين شيك جدا وينفع في أماكن كتيرة في الشقة، ممكن ينفع ورا ركنة وينفع للشاشة وينفع لبرواز عندك يكون مثلا مهم بالنسبة لك. أتمنى تكون الفكرة عجبتكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل فيديوهاتي الجديدة.